السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم عندي في القناة ديالي. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين مليح وبخير فيما كنتم. خوتي اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم بريوش، كيجي خفيف وقطني لداخل وما تشبعوش منه. باش نديرو هاد بريوش هذا ولا هاد الوصفة هذه خصنا المقادير. فهاد المقادير عندي، بسم الله نبدا على بركة الله، عندي واحد الكاس كبير هكذا ديال الماء، ماشي سخون وانما دافي، الماء دافي. عندي الكاس ديال الزيت، عندي الكاس ديال الحليب دافي، عندي جوج د المحوح د البيض، البيض الصفر خليته ندهنوا به بريوش ديالنا. عندي هنا شويه د الملحه، معلقه هكذا صغيره الملحه، عندي واحد لافاني ديال السكر، وعندي واحد بلوكي ديال الخميره ديال العجينه، قولي 40 غرام هكذا، 40 غرام ديال الخميره. عندي 5 د المعالق كبار ديال السكر. هاد الصفر البيض غادي نخليه حتى الاخر، غادي ندهنوا به الوجه ديال البريوش. وعندي هنايا الجبن ديال التواركه، الجبن بيض، ودرت معاه حب السوده. انا ديما كنديرو هكذا وكنخليه منين كنعمر هكذا شي بريوش هكذا ولا شي خبيزات هكذا، كنلقاه موجود وكنديرو. ومن طبيعه الحال خوتي عندي طحين، الطحين هاد الوصفه ديما كتديني بين 800 وكيلو ديال الطحين، على حساب الطحين واش كيشرب ولا ما كيشربش. خوتي خواتاتي هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج اليوم ان شاء الله في هاد الوصفه ديال البريوش. نتمنى ان شاء الله تبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشاهدوا كيفاش غادي نديرلو الطريقه ديالو والاستعمال ديالو، وينجح ان شاء الله معاكم بحال اللي كينجح معايا انا ديما. فرجه ممتعه، ما تمشيوش بعيد.